بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع وما زالت الاحتفالات مستمرة. ومن حسن حظنا أن نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب هذه المباريات وهذا الختام ما كانش فيه أي مباريات رسمية للنادي الأهلي، مستمرين في الاحتفالات نتيجة بالتأكيد يعني راحة الفريق خلال الفترة القادمة نتيجة استعداد المنتخب للأجندة الدولية وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وبالتالي الأميرة السمراء منورة قناة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وخلال عرض كل برامج قناة الأهلي دوري أبطال إفريقيا مستمرة معانا هنا على شاشة قناة الأهلي. طيب، هي البطولة رقم 12 وهو رقم قياسي تاريخي لم ينجح من قبل أن يحققه أي نادي في إفريقيا على مدار سنوات طويلة. حتى الأهلي لما كسر الأرقام القياسية ووصل البطولة الستة والسبعة والثامنة والتسعة والعشرة والحداشر والسنة دي الاثناشر كان بيكسر أرقامه القياسية. مفيش نادي في إفريقيا يقدر يقرب من النادي الأهلي ولو بعد ما لا يقل عن 10 سنين، ده في حال لو فاز بالبطولة كل سنة، لأن أقرب المنافسين للنادي الأهلي على هذا اللقب الغالي، على هذه البطولة الكبيرة اللي بيسميها كل الأفارقة الأميرة السمراء، هذه البطولة النادي الأهلي حققها 12 مرة. أقرب المنافسين للنادي الأهلي حققوا البطولة 5 مرات، لو هنتكلم على مازيمبي أو حتى الزمالك أو حتى الترجي التونسي 4 ألقاب، ولو حتى الوداد الرياضي المغربي 3 ألقاب. مسافة بعيدة جدا ما بين النادي الأهلي وكل الأندية المنافسة على هذه البطولة وعلى هذا اللقب الغالي في السنوات الأخيرة من منافسة على دوري أبطال إفريقيا. والبطولة دي تحديدا ليها خصوصية، لأن قناة النادي الأهلي منذ أن تم انطلاقها بقرار من مجلس إدارة النادي الأهلي عام 2008، ونقدر نقول البطولة دي ما بتروحش عن بالنا كتير وما بتبعدش كتير، احتفلنا بيها في 2008 واحتفلنا بيها في 2012 وفي 2013 وفي 2020 كانت البطولة التاسعة في تاريخ النادي، وفي 21 على حساب كايزري تشيفز، وفي 23 على حساب الوداد المغربي، وفي 24 على حساب الترجي التونسي. شوفوا 7 ألقاب تاريخية من هذه البطولة الغالية دخلت قناة النادي الأهلي، واحتفلت برامج قناة النادي الأهلي بجميع مختلف المحتوى ما بين برنامج الأشبال والألعاب الفردية والألعاب الجماعية وألعاب الصالات وحتى الكرة العالمية. كل برامج قناة الأهلي احتفلت بهذه البطولة الكبيرة، لأن هذه البطولة أكيد ليها احتفالات خاصة. أنت بتلعب على أهم وأعظم بطولة قارية، والبطولة دي دايما هي اللي بتأهلك لكأس العالم للأندية. من أول ما شاركت في البطولة في بطولة اليابان 2005 واستمريت في المشاركة التاريخية ولفيت دول العالم سواء في إفريقيا أو في أسيا، لعبت في اليابان، لعبت في قطر، لعبت في الإمارات، لعبت في السعودية، لعبت في المغرب، كل الدول سواء في إفريقيا أو في أسيا استضافت كأس العالم للأندية نتيجة فوزك بهذا اللقب الإفريقي الغالي. 7 مرات بنحتفل بالأميرة الإفريقية داخل قناة الأهلي، يعني حتى على مستوى الاحتفالات من داخل قناة الأهلي أكتر من مستوى احتفالات أندية كتيرة وكبيرة وعتيدة وقوية كانت بتنافس الأهلي حتى في السنوات الأخيرة. لقب مهم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم من حسن حظنا إن الفترة الحالية مفيش أي مباريات رسمية، فالبطولة والاحتفالية واخدة حقها شوية. وإحنا السبت اللي فات كنا بنتكلم زي النهاردة وفي نفس التوقيت ده السبت اللي فات كنا بنتكلم على مباراة الترجي، وكنا ساعتها بنقول تفائلوا بالخير تجدوه، ونجح الأهلي بالفعل في الفوز بهذا اللقب الغالي على حساب الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء. وبعد أسبوع وفي نفس المكان النهاردة البطولة موجودة معانا، لأن برنامج الترند كمان على مدار السنوات الأربعة الماضية كان دايما قريب الصلة من كل البطولات الإفريقية، قريب الصلة من كل الأخبار والكواليس المتعلقة بأخبار الاتحاد الإفريقي. والحمد لله الجهد الكبير المبذول سواء على مستوى النادي أو على مستوى القناة لازم يكلل بنجاح، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أكيد كان الحمد لله حليف الجميع في الفترات السابقة سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنظومة الإعلامية اللي نجحت الحمد لله أن هي تساعد الجميع في الوصول إلى منصة التتويج والتتويج بهذا اللقب الغالي اللي بنتمنى يا رب بإذن الله يستمر معانا لسنوات وسنوات ونحتفل به خلال الفترة اللي جاية. لا يتبقى سوى الاحتفال يا رب بإذن الله، ومش بعيد، قريب جدا بإذن الله، ليه لأ نشوف كأس الانتر كونتيننتال أو حتى كأس العالم للأندية إن شاء الله بإذن الله في مصر، وهيكون من خلال النادي الأهلي.